بالجقارة، مو بالجقارة بصدري خليت النار، بهداي امشي وبيا رقضة هادود. جرب تعال بيوم غطيني بهيل، ورجع لي بعد اسبوع تشتم بارود. الفرقة مو ضربة قدر، ضربة عين. شي عندي مثلك شنت كلش محسود، انا انطي شجرة، اي انطي شجرة وما اضحي بعصفور. انطيك كل شي كان بس كون تعود، ان لم تكن تنوي رجوعا للهوى بلغني حتى لا يطول تضرعي، بلغني حتى لا يكون فريسة ما بين أسناني ويمضغ إصبعي، بلغني حتى لا نمر بلحظة يكون ردك عن حديثي من معي. يا مستقري عشت عمري تائها، أخبرني أنا في غرامك موضعي. مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من شيكة عشيكة، حلقة قريبة إلى القلب بقرب ضيفها، حلقة مختلفة بإنسانية وخلق ضيفها، وحلقة محبوبة بشاعرية ضيفها. إنسان ما أخفيكم سر، أنا يمكن صار سنتين، إذا ما أريد أقول كل حلقة، بين حلقة وحلقة يكون يجي ببالي بأنه راح يكون هو الضيف، بس كنت دائما ما أقول استمرارية البرنامج معتمدة على أسامي، بحيث من تجي ورا سنتين راح تسوي تشكل فارق بالحلقة. هذا على الصعيد الشعري، أما على الصعيد الإنساني فمن بعد تقريبا 8 سنوات بالوسط الشعري، حرفيا من اقول من انقى الناس اللي تعرفت عليهم بهذا المجال، ومن اكثر الناس خلقا وشعرا، سبحان الله، من الناس اللي قد ما تسرد بوصفهم وبوصف انسانيتهم تكون مجحف بحقهم. انا وانتم والمبدع القريب من القلب الحبيب محسن الموسوي. يا حبيبي هنودي، أنا صراحة هم اشتاق لك في دول قلبك، وخجلتني الله شاهد، يعني هواي علي الكلام بس هذا من طيب ذاتك. أنت كل شيء بيك مهم، فدو روح لك يا حبيبي. نوبات أنا دائما ما إحنا أهلنا العراقيين يشوفون يقول لك مثل النسمة، فدو روح لك، والله قلت لك هذا من طيبك. من يوم اللي عرفتك لهذا اليوم هنودي ذهب والله. أولا أعيد مرة ثانية بالجو اعتذاري، يجوز لأنه كانت الدعوة متأخرة، ولكن السبب أني وضحت بالمقدمة. يعني أنا ما أحب يعني أطلع هواي، وهي يعني جوز جت بوقتها يعني، وأنا هم أشكرك يعني على الدعوة وأشكرك أنك أنت جيب بالك يعني. يعني كلش فرحان لي أنه اليوم ضيفي بشيء تعشيك، على الرغم من أنه يعني عندك ظرف خاص تمر بي بهاي الفترة يعني، وحضرت ظرف كلش صعوب يعني، يعني موقف حياتنا كلها بالبيت يعني، يعني ما ببالي انه اطرحها بالبرنامج، بس ان شاء الله يعني من خلال اللي يعرفوني القريبين يعني يعرفون، واللي المتابعين يعني اطلب منهم انه يدعون لاخوي يعني جاي مر ظروف صعبه، متعرض لحادث سير وبغيبوبه هو، فاتمنى يعني يدعوا له ان شاء الله يقوم شفاء العاجل يا رب، يرجع لكم بصحه وعافيه ان شاء الله. رحم على والدك. اشكرك لهذا الحضور رغم كل هاي الظروف. الله يحفظك. بداية المحسن، أنت شلون بقيت بهذا الوسط؟ وهذا الوسط يعني مليء بالمشاكل ومليء بالشخصيات اللي يعني شخصية نعرف صعب أنه أنت تتعامل وياها. هو لازم يكون الرابط بينك وبين صديقك، لازم يكون الرابط الصداقة مو الشعر، الصداقة والخوة، فمن يكون الرابط الشعر تخرب العلاقة. ما عندك ناس يعني بالوسط الرابط بينك وبينهم شعر؟ علاقة سطحية بهم يعني، ما توصل لمرحلة الخلافات. هو يعني هو أصلاً يقول لك علاقات سطحية تساوي راحة نفسية، فأنت من تظل متكتر
وتشوفه، أو تبي الشعراء يعني أغلبهم جزء بالسنة تشوفه مرة أو كل ثلاثة شهور تشوفه مرة. فهي هاي المرة ضحكة وسالفة في ما لا في ما لا عليه من بعد. تواصلك بالبوية الشعر شلون بصورة عامة كحضور؟ يعني كأماسي. كأماسي. والله حسب الدعوات يعني، وأنا من أروح يعني قلت لك يعني من باب صداقة يدعيني صديق، فما أقدر أقول له لا فأروح. يعني متواصل. نشوف العالم لأن إحنا بالحرية يعني بعيدين عن الرصافة والكرادة وذيك الصفحة. فأغلب الدعوات تصير يعني من أروح يعني الغاية إنه ألتقي بأصدقاء يعني صار له هاي مشاكل. أكثر من الشعر نفسه. إيه طبعًا. بما إنه أنت نوعًا ما متواصل، إذا نرجع بالزمن 5-6 سنوات لي ورا. أنا كنت أشوف بذاك الوقت 2013-14 أنا أكو ثورة بالشعر الشعبي. صحيح. مقارنة بالحركة الشعرية بهاي الفترة أفضل لو هسه أفضل. أفضل أنا لو الحركة. الحركة الشعرية. الحركة الشعرية بديش الفترة أنا أشوف هسه أفضل، لأن ديش الفترة صار يعني صارت هوسة واختلط الحابل بالنابل على قولتهم، ولا ما أعرف شو معناته مال الحابل بالنابل. فصارت هوسة وإحنا يعني مجتمعنا يطبون بقوة على الشغلة يعني، فقام أي واحد كتب له بيتين وقال أنا شاعر صارت هوسة. خلينا نستهل الحلقة بقصيدة. أنا أريد أبدأ الحلقة يعني أبيات لحسين أخوي كتبتهن. الله يحفظه إن شاء الله ويرجعه بالسلامة. أقول عن صحتي أتشذب من تسألون، عطفاً علم فارق لا تسأله، لأن مرات ما تنكض العيون وأدرب دمع ما ينطيني مهلة. أنا من الإجة والراح مصيون، قلب كبير والطايح يحمله، يلوحون إش كثر بس ما يأثرون، بس فرقاك صوب قلبه كله. وجه الجان يضحك للي يمرون، حيل تغير ومو ذاك شكله. اصعب شيء عرفته بعمري فرقاك. الله. لان وياك شحش تقلي سهل. الله عليك. الله. الله يحفظك. الصحة والعافية ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. وازمة وتعدي ويرجع ان شاء الله احسن. احنا عدنا امنا بالله واهل البيت وان شاء الله تعدي السلامة. ان شاء الله. فرق المنطقة. الحرية قبل وجود جيلكم يعني ما كان بها هذا التوجه الشعري اللي موجود بهاي الفترة كمنتدى وكشعراء. هو الصراحة احنا ما ننكر يعني يعني ما ننكر وجود رادف وتيان يعني طبعًا بعد السقوط طبعا اي، بس هو بشكل عام اصلا يعني كان يعني الشعر انتشر بالمجتمع اكثر بظهور الفيسبوك. يعني قلت لك كان حتى ما له علاقة من يبدل صورته يخليها بيتين. صح. يعني صار شيء يعني اساسي. صح صار قبل الفيسبوك أساسي. كان يعني بس اللي يحب الشعر يحفظ ويتعنى ويكتب القصيده بورقه، لا بعدين ورا الفيس فصار انتشار. فهذا الانتشار قلت لك رائد والمجموعه اللي وياه يعني وسام كشكول، غسان صبري، حسنين، هواي شعراء بالحريه لهم دور يعني هواي، يعني واحد ما يقدر ينكر فضلهم. واسف خاف يعني انسى اسم، بس هي هاي المجموعه. وحتى يعني الشعر يمنا انيس العيساوي امير المالكي. انت من يا جيل؟ والله انا يعني امن ما امن بديت شوف سالفه يعني تقريبا 2008 نهايته هيك شيء يعني انا يعني 2007 اكتب بس ما اعتبرها يعني يعني قريب من جيل رائد. رائد بدا بال 2006 2004 رائد يعني بدا لا حسب ما علي لا هو 2005 شارك مسابقه 6 بالهادي يمكن 2005 2006 المهم يعني يعني اكيد قبل هسه تعرك على 2005 مو قفتي هاي التعسنه. اكيد تحياتنا للحبيب والصديق رائد ابو فتيان. حبيب مشتاق له كلش هواي، صار فتره طويله ما اي والله انا مشتاق له. رائد من بعد نجاح رائد بديت المس اكو تحرك بالشعر بصوره عامه. مو بس بالحريه بغض النظر عن موضوع الفيس وهاي الفتره بكل المناطق. لا انا دحش على الحريه خصوصا الحريه لانه الحريه يعني هي مدينه مو صغيره مدينه كبيره وكل شيء بيها يقول هاي المدينه لازم يصير بها طابع شعري. صحيح. وهي ما كان بها طابع شعري بالفتره الاخيره. هو قبل بزمن يعني قبل السقوط لا كان موجود يعني عزيز الرسام بيتهم بالحريه كاتب لا يا صديقي اكو هواي شعراء يعني حسينيين ما اعرف اسمائهم يعني هواي شعراء اكو يعني بس طالب السودان ولادته بالحريه ها اي بالله بعد منه يعني هواي قلت لك بس ما اتذكر انا يعني
دول اتذكرهم انا مواليد 88. شنو مواليد 2000 تزغر روحك؟ لا 88 يعني جاي اقول يعني عشت ورا 2000 وعيت 88 انت ما تجي هنا تزغر روحك ببرنامج انا ما اقبل. لا هو انا هسه بعد بعدك شباب ركض بي العمر. اي والله لا لا انت بعدك بال الله يحفظك 84 بعد هاي كنترول يقولون 84 شي يقول هاي بعد ايوه بعد الله العافين وتعدل 30 هو بعد من تعبر 30 بعد خربت هي ورا ايش بقى بعد ورا 30 هو يبدا العد التنازلي. خلينا نسمع شيء مثلا خلي اقرا للعراق. يا وطن وياي زعلك طول وما ادري ليش سيد المسؤول عذرا النجاح البيه كل سنين عمره وتعب ابوي تعوضه بيش انطيني غير الجيش فرصة الله الجيش يحميني واحبه ادري بس مو كلها جيش الله طيور عندي تريش شجرة الله ناس من اهل الله فقرة دائما عندهم امل سيد المسؤول عذرا ترضى هيك يروح تعبه وينكسر واهس طموحي وانا مو ثوب الفشل ترضى غير يحل مكانه وكل شي ما يعرف يحل كان حل مقدم صديقي نور حط علمي بطريقي سيدي المسؤول عذرا ما حد توسط ليمك وانطفيت بخانة النسيان حصتي وما نسيت الله كم شهادة بلا وظيفة الله كم شهادة بلا وظيفة سيدي المسؤول عذرا ما حد توسط ليمك وانطفيت الله بخانة النسيان حصتي وما نسيت ما نسيت كم شهادة بلا وظيفة والندم هاجس يمرني يقول لي شايل من قريت حتى ظل بالبيت قاعد سيد المسؤول عذرا زين والما عنده بيت وانا خادم مخدوم حبيبي الله محسن الله يحفظك حبيبي النوت بدي اسرع عندك توجه للقضايا الاجتماعية ملحوظة باخر نصوصك اللي انا بدي اشوفها والله انا اشوف انه شاعر يعني اكو شعراء صراحة يعني بالازمات وبال يغلسون فأنا أشوف إنه الشاعر لازم يكون عنده موقف فولو هو هسه حتى المواقف مخربطة يعني فليسكيت يقول لك بس أنا أشوف إنه الشاعر لازم يكون عنده موقف لازم يكون ويا الشعب الشاعر لازم يكون ويا الشعب هو أكو جهت يعني أكو شعب وأكو سلطة يعني فما معقولة ذول ظالمين ذول أكيد يعني السلطة ظالمة الشعب مستحيل يعني الشعب يقدر ما يقدر يظلم السلطة ما يقدر إيه وإذا انطبوا بهذا الموضوع يعني جزء تعمق هو صار الحلقة السياسية ف شو وجدانيك وين؟ والله كاتب انت موجود وعندك وجداني بس نوبات البداية توضح التوجه الفكري او خلينا نقول توضح انت وين رايح مدى احسك قريب من الوجداني بالعكس انا اكثر شيء اكتب وجداني اصلا يعني مهرجانات يعني ما اطلع لي قصايد اللي هاي قلت لك اللي تعتمد على احداث يعني بعد محسننا مال قبل اكيد يعني ان شاء الله اكون احسن ضمير اي انه اني لا عفوا مو هذا قصدي بس يعني من خلال طريقه كلامك ومن خلال طرحك اللي صار ببدايه الحلقه حسيت بانه انت مو مدى تميل للوجداني وانما حسيت اكو اشياء اهم نوعا والله حتى اكون صريح وياك انا يعني بين سنه وسنتين يلا اطلع بلقاء فمن نطلع يعني اكو اشياء مهمه لازم اخلي لها الاولويه يعني انا اكيد يعني موضوع العراق موضوع حسين اخوي هاي مواضيع اولويه يعني فبعد عادي اقدر اقرا يعني بس المهم يعني ذن الامور ما اقدر اعبرهن يعني خلي نسوي انا وياك مساجلة أنا كلش أحب أقرأ وياك هاي وهاي مصايرة تدري لو مدري في طول عمرك تسبيح والله يعني مصايرة قبل شر بحيث اليوم أنا بالطريقة اللي تو أخيرا اليوم أنا راح أقرأ وياك والله هني ويا محسن لأن أنا كلش أحب الطريقة اللي تكتب شرف لي والله فبلش وأنا أجاوبك ترجع تجاوبني وال أوكي أقول يا ما تدري بصورك صافن شقد يا ما تدرب صورك صافن شقد وشم دم على رجلك باسة الخد
كل ليلة وملامح وجهك وياي، أنام تنام أقعد يمي تقعد، وصل ما عندي يمك حظه مو زين، غير من الهوى ارتاح وابعد. جاي ليش بصورك تترس اسماي، اريد اخفى وصور بالراس ترعد. يا معود تعال هواي محتاج، انا وياك مره بليله نقعد. صحيح تشوف يم هواي سحبان، بس وداعتك بالروح محت. الله الله عليك حبيبي. الله الصبر لا يعني لقاء محتمل، لا خير في صبر اذا مات الامل. اني وان تمضي سريعا خطوتي، في داخلي شخص مصاب بالشلل. يا حسرتي الامر المحال وقوعه، من فتره قد كان شيئا محتمل، بس انا حيل تاخرت لما صحيت، وهسه حسيت اللي كنت ما حاسه. الموت مرت وقعت لكن خطيت، هاي بغيابك الموت الخامس. الله الله. شفت شفي وما عرفت ان الصفار، لكن الاكد لي محبس لابس. الله 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 عليك. ولك يوم لك يوم وتصير بين يديه. الله. خلق طويل والروح بدويه. الله الدخول. الله 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 عليك حبيبي. لك يوم وتصير بين يديه، خلق طويل والروح بدويه، ولو مرات ما اشوفك وتانيك وتنسى وطيفك يسير علي. ظل العب بشعرك واحرق الروح، واضحك وانا هم الدنيا بيه. اسف يمشي ايام بدونك، وليش ما خليتني ببالك شوي. انا اللي هواك دمعه باول العيد، متعافي واحبك للاذيه. الله متعافي واحبك للاذيه. وانا بدي مشكله ما نسيان، اسف. ايه شوي بعد استرسل حبيبي. انا اقول تعال ارجع، بعد ما بي حيل اشتاق. طحت مثل القطن ما طلعت طق. تعال اليوم يمكن تلقى بي وشال، اذا ترجع لي باكر كل شي ما تلقى. يا رقبة عروسة بليلة النيشان، مو شقلادة بيك الروح متعلقة، عاين عاين على شي ما تلقاهم ينصفقون. اشو شفين عندي وما تصح صدق. الله صاير تنسى. اي والله العمر اللي حوبه يا اخي، تستعجب العمر والعمر والعمر. بعد هو انت اللي يشوفك يقول شايب اخوي. اي والله. لا بس القصيده اللي ما تقراها تنساها بالضبط، وان ذن كلهم يعني بدايات 2012 وجوه هيك 2013، ففتره طويله. وانا اصدقائي يعني صحيح يعني يحبون الشعر، بس يعني نادر ما نقرا شعر. يعني قليل تقرا شعر. اي يعني الا بالقعدات يعني، لك ادوي شعراء فصير يعني. تحب الشعر محسن؟ طبعا الشعر يعني صاحب فضل عليه، هو الفضل لله سبحانه وتعالى، بس صاحب فضل عليه يعني، من خلاله صار عنده اصدقاء وناس طيبين والعالم تحبك بدون كل شيء يعني، تحبك فوق ما فوق ما سمعت تحبك. من يعني اهم الناس اللي تعرفت عليهم من خلال وسط الشعر. خلينا نلعب لعبه بالعكس، بما انه يعني ما اريد اقصد اني شيء معين، بس بما انه هسه الاسماء تذكر بالسلب، خلينا نذكر اسماء بالايجاب. لا احنا ما نوصل للامور السلبيه، انا اصلا احب البرنامج مالتك لان ما يعتمد على هاي التفاصيل. فدوى عمرك بالضبط. ايه فخلينا نبين وجه مشرق. خلينا نقول الشعر الشعبي. بالشعر الشعبي هو انا اكيد كل اللي اعرفهم وكل اصدقائي افتخر بهم، كلهم احبهم يعني، فاللي ما راح اذكره يعني مو متقصد. الله شاهد بالضبط يعني ناسي. اي فاكيد بالمرتبه الاولى حج حامد حامد الشمري، تحياتنا له. سعد الربيعي هو ماخذ عني فد فكره معينه ما اعرف ليش، بس انا يعني بجه وخليني اقول الحج حامد. يعني امانه انا من الناس اللي كلش احبك، واتشرف بانه بيوم من الايام انا قريت بمنتدى غني، واي شيء واصل لك عني
او اني حاكي بطريقه الفلانيه، يا اما يكون عن غير قصد او اني ما حاكي اصلا، فساني اللي داح وياك يعني مباشره خلينا نقول، فاسف على شيء اذا كان بدر من عندي بقصد او بغير قصد. طبعا هو الحج يعني هو من يومه يعني احنا كنا نشوفه يعني ابو يعاملنا مثل ولده، فاكيد يعني هو بالضبط. هاي بعد انا ايه بالنسبه يعني لي ان شاء الله ماكو انا ادري بالحج قلبه طيب والله، وان شاء الله اي شيء ماكو يعني، وهاي هم زين يعني صرت انا سبب انه اذا اكو شيء فان شاء الله انتهى يعني. تمام. وقلنا سعد الربيعي يا ابو قادس، و سعد الربيعي الله والله هواي الله، احمد الساهر صديقي عبادي يعني دول هواي ناس من الشعر اصدقاء هواي إيه يعني. ليش قاعد يطلعون الشعراء يعني؟ ليش تحس الشعر بفتره ما صار معتمد على الخلافات؟ مو اكو من اكو قدوه الناس تشوفه قدوه وتقلده، فهي المشكله الكبار بدوها في هاي الزحمه يعني. اكو ناس كبار محترمين منجزهم ومحترمين تاريخهم ما سووها، بس اكو قسم يعني انا اعرف هواي شعراء كبار يعني مثلا 10 سنين هو ما كاتب قصيده بس محترم نفسه، مو اللي يسوي مشكله حتى يرجع للوسط يعني. انا ما اريد اذكر اسماء حتى ما اصير تفاصيل بالموضوع، فقلت لك يعني الله يرحمه جبار رشيد، حامد الشمري، فاضل كريم يعني حتى ذا يطول فتره طويله يعني مكاتب بس ما يتعكز على المشكله. ما يتعكز. شوف الشعراء يتعكزون على المشكله هواي والله مع الاسف يعني، والنوبل دول اللي يعني الصغار تعلموا منهم. بس انا مواضيع البرامج، البرامج ما تنحسب مثل الشعراء، لانه البرامج بالتالي هو يريد ماده اعلاميه وان كان مخطئ بجانب معين بتقدير معين على حساب الشعر، بس المقدم الشاعر مخطئ اكثر من المقدم للامانه. طبعا لانه الشاعر لو ما كان يحكي بهاي الطريقه طبعا ما كان المقدم وصل لمرحله يريد يقدم ايش. لا هسه انا دارت اسولف مثلا يعني شو سويت مثلا، تحط يدك على حلقي بالضبط شنو ذنبك يعني؟ بس اكو مقدمين يعني يتفقون ويا الضيف يعني، انا اعرف هاي التفاصيل يتفقون وياه انه اذا تريد حلقتك تطيش فاحكي على فلان او خلينا نسولف فلان موضوع، والله العظيم يعني مو من جيب الله شاهد متاكد يعني وصايره يعني. تصدق والله؟ والله العظيم يعني متاكد، واكو شعراء خطيه ما طلعوا يعني رفضوا دعواته بسبب هاي الكلام يعني. تدري صدمتني؟ والله نودي هاي يعني مشكله وللاسف يعني، وقلت لك الموضوع انا يعني صار قدامي يعني. الشعر مو اسهل واحلى والطف من هاي التفاصيل؟ هو رساله انسانيه يعني. يا اخي قصيده العالم مستمتع بها، من يحتاج يعني لهاي التفاصيل؟ مرات امر بموقف يعني قصيده هجاء ما اكتب اقول زحمه يعني، هو الشعر رساله محبه رساله انسانيه. خلينا نطلع من هذا الحوار. انا جاي اقول لك يعني نجي نركز، خلينا نطلع من هذا الحوار، خلي الناس متونسه بالشعر، خلينا نطلع من هذا الحوار، خلينا نقرا الشعر اللي يا التفاصيل الطبيه راس. اول شيء راح يكره الشعر بالضبط ويقوم ما يعرف يكتب، الله يشيل التوفيق منه ويخرب يعني. فخلينا نقرا الشعر اللي العالم تحبه ايه، ونسولف عن المواضيع اللي العالم تحبها ومنتظرتها. اكيد ايه. مو افضل؟ افضل طبعا. مرتبط له؟ لا انا لا والله قلبه ميت. قلبك ميت؟ اي والله. ايش موته؟ والله هو ليش ما اقرا لك قصيده؟ نطلع من هاي التفاصيل. محسن؟ اقرا قصيده وشوف ورا القصيده ايش راح يجي على بالي من سؤال. هي طبعا هم من البدايات تقول لك صبقه ندم بجفوفه من مشيت، لو بجفوف شايف شارجع عمره، يل طاريك خمره بقلب واهس ليل، اورث بس جيجاره وذكرك يسكره، واكتب لك قصيده وبيها موت الروح، وما تنطيني فرصه بحضرتك اقرا، وقف بستر بتعداد اللي يمرون ببالك واسم لمن توصل تعبر الله، ويمر طار الاماني وراسا اتمناك، وبغير الطير بيمن تحلم الشجر الله، اشك فقره عشقتك ما لهن الراح، ما يحس بيا بس العاشق بصغر الله، مفهوم العشق غيرته حتى انساك، مفهوم العشق غيرته حتى انساك، ورحت حبيت بعدك عدوا العشر، كنت اتمنى غيرك يملي هاي العين، بس واقف خيالك ما حد يعبر، ك
كلفة سوايتك ما فضت بنسيان. صدق ثار اللي يحب طول العمر مرة. اي والله عكس ويا الزمن، كل ما مشت السنين كل ما اقدم اكثر توجع الذكر. وانت شمنت روحي وهيج دابت بيك، ما ادري شنو خلاها منتظرة. شافت عين منك بس عماها الشوق، ما تدري انت منط عيونك الحمرة. تعبر لي كتر ما كثها من تشتاق، بس حد الصبر ما تعرف تعبر. الله هاي سنين مرت وانا بد ما حاب، اي غيرك من صدق ما امتلك قدرة. وقلت لك جربت بس ما شفت التغيير. احل الايام وصلك من نقل مطرق، من ذاك الوداع وقلب مادك حيل، ميت مدر عايش ما حد يحزر. الله من ذاك الوداع وقلب مادك حيل، من ذاك الوداع وقلب مادك حيل، ميت مدر عايش ما حد يحزر. الله لا رجعت لاهلي ولا خذيته وياك، خليته بمكان شواله لو صحرا، المكان البيت تحبه وتلتقي العشاق، ما حد بينفارق نظرة عن نظرة، ومن دون الخلق بس انا وحدي هناك. عفتني وكان عفت لك مو بشر صخر، شو صيح لك تعال منين ادبر صوت، ما ضل بي حيل الجرة الحسرة. هذا الاحداث مرن بي من سنين قديمات ولا حسيت من ذكرى. خل اشرب من عطشت حبيبي هنا خلصت. الله الله عليك، عندك خلصت يعني ادري، بس اني عندك اس ليش ما تريد تحكي؟ وهي قلت لك هاي يعني حسيت انه هي هذا جواب السؤال اللي قبل القصيده، حسيت انه جواب ممكن يعني المشاهد يقدر يستخرج يعرف الجواب من خلال القصيده. زين ليش مو انت تحكي؟ شرد احكي بعد اكثر من هذا؟ يعني هو انا اشوفها وصلت وقلت لك وصلت. الحب صعب، يعني الحب مو لعبه ترتبط بشخص وحياة وعمر يمشي، لازم واحد وبعدين اي واحد يعني واحد لو يطب صدق لو ما يطب. انت طب صدق وانخذلت؟ اي ما وصلت للاخير وما مقسومه هي يعني، هذا هم شماعه مال القسم نعلق عليها. زين وارتباطك الرسمي يعني انت اليوم من صار لك من بدايه الحلقه لسه كل ما اقول له اسالك سؤال وقلت لي العمر وكبرنا ايه هو ناوي ترتبط ارتباط رسمي مثلا؟ والله عايفه يعني للزمن، لانه قلت لك الحب مو قرار، يعني ما تقدر تاخذ قرار وتقول راح احب يلا خل احب، ما يصير. هي قصائدك الوجدانيه عليها من تكتبها؟ كلهم قديمات اغلبهم يعني، والاخيرات يعني حالات اكو علاقات مو ماكو، بس يعني هاي اللي ما تطول. هاي اللي ما تطول؟ ايه. من برايك الانسان يحب مره واحده؟ لا طبعا، مع العلم انا اقول صديق تار اللي يحب طول العمر مره، بس لا مستحيل. هو يعني بعدك منتظر، ما تمشي بدون بعدك منتظر خلينا نقول المره الثانيه الحقيقه. إيه لا لا، هي الحياه ما تمشي بدون حب. محسن سؤال بس جاوبنا عليه بصراحه. طبعا عندنا شعراء هواي كلش خوش شعراء بس مو نجوم مو معروفين. ايه ليش؟ الصراحه قناتك انا اشوف ان الموضوع يعني بنفس الوقت هم اكو نجوم وخوش شعراء. تمام هذا متفقين عليه اكيد طبعا. اكو من هو مقصر بحق نفسه، واكو موضوع به توفيق الهي، يعني واحد ما ينكر هذا الشيء. و بعد شكل لك يعني شنو الحالات؟ لا خلينا نقول اللي هو خوش شاعر بس اكو سبب ما يخليه، او هو اكو في التقصير معين من عنده بجانب معين. هو قلت لك ذن الاسباب، واكو يعني مو يعني هم المقدمين البرامج لهم اليد الكبرى بهذا الموضوع، يعني انه يستضيف الشاعر على مود اسمه على مود مشاهداته مو على مود محتواه. يعني طبعا مع احتراماتي لك يعني فضول عمرك. لا انت تحكي بصوره على وسط يعني بالعكس. إيه على وسط شعرك. احنا اصلا شوف انا من الناس اللي يمكن انا قلت لك من البدايه، وحتى يكون منصف اكثر، حتى المقدمين هم وراهم قناه وراهم مشاهدات، فيظل يجيب لي سؤال. هو سؤال محسن اليوم اذا احنا سوينا برنامج وما حد ما شافه اي يعني
انصدمت ببرامج مشاهداتها ما تتجاوز ال 500 مشاهده مثلا. انا مسوي برنامج 500 مشاهده يعني واي. يعني اكو ارقام غريبه. انا مسوي برنامج وتعبان على برنامج واليوم احنا قاعدين وكادرنا ومخصص لنا وقت من البث وبالتالي احنا ما مشاهدين، ليش مسوين برنامج لا؟ فعلا فعلا صح ولا لا؟ بس قلت لك انا اكو ماده اكو برنامج السجاده الحمراء. اي نعم. شاعر عباس عبد الحسين ابو الفضل تحياتنا له اكيد. انا متابع كل الحلقات مالته ونفس الموضوع مالتك يعني شعراء، هو يعني يجيب شعراء كلهم من الجيل السابق. وانا شفت اكثر من 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 حلقه لهذا البرنامج وفكرته حلوه. ايه؟ بالضبط بالضبط. انا شفت كلش يبقى اللي يحب الشعر ويندل الشعر يعني يتابع. بس قلت لك يا هاي مشكله المشاهدات يعني لغه الارقام يعني ادت الدنيا كلها تغيرت الوسط كله. ايه؟ نرجع للشعر اخوي. اي حبيبي ولو انا تعبتك اليوم. لا بالعكس متونس والله. اقول أنا عمري قصيدة ببالكم عايش ومتت لما نسيتوني وأنا حافظ سوالفكم هلي وبالصدفة نتلاقي اشقد زحمة لما نعلم قواعدكم نسيتوني ولا صدق بس بهاي جدكم نكرتوني أراويكم رسائلكم لا تلوموني من يم الغرب حطيت علي يهون ولا أحس بالغرب يم الله منو مثلي وفا وياكم الله إيش قد عظيم هذا البيت الله يحفظك حبيبي لا تلوموني من يم الغرب حطيت علي يهون ولا أحس بالغرب يم منو مثلي وفا وياكم محروم ويدللكم هواي الدنيا علمتني وما علمت نزعلكم غبت هلبت فقدتوني هواي الدنيا علمتني وما علمت نزعلكم غبت هلبت فقدتوني انا فاقد رسائلكم صحتكم هاكم عيوني غربت البيها من عندكم وخفت لا دمعتي تشور واعثركم ولا تلوموني من نزهق وعاتبكم انا مخلص عمري يمكم ابنكم مره صير ومره صاحبكم وصرت هواي خادمكم اللي هواي ما مريت مشتاق المضايفكم حزن قلبي اللي هواي ما مريت مشتاق المضايفكم احبكم واختنق بالعيد اذا مو اول الواد معايدكم الله حزن قلبي يهد حيلي وما بي واقل لكم ولا واحد على احوالي يحشمكم ترى ظل المكابر على يحب احساس وانتم معلمين وزحمة علمكم يا واهس عمر من نكتب يا واهس عمر من نكتب القصيدة خلافكم ما اشتهى قراها وكانها استوني جاي اكتب من يمكم وسمك حبيبي احمد هاي يعني اخر شيء تقريبا كاتبه هذا اخر شيء كاتبه اي يعني اكو حزن ليش ليش انت انت هاي التركيبه الحزينه يعني والله هو القصيده ما تصير بالنبره ماكو جرح دا ماكو شيء يعني الشخصيه بصوره عامه مسيطر عليها حزن عفنا من الشعر هسه بدنا نحكي بالشعر والله صراحه يعني قلت لك انا هاي الفتره يعني جاي امر بظروف صعبه بس اذا نرجع لموضوع الشعر فهو الشعر يعني ما نوجد له ما الحزن انا احس ايضا الشعر بجانب الحزن يكون ممتع اكثر اي طبعا دليل حتى من التسم من تكون مستقر عاطفيا ما تكتب دائما اقول تكتب. الاستقرار العاطفي يعني يضر الشعر لمن تكتب بعد اي فهو مرات زين محسن تكتب الشعر بس لانه تريد لانه مثلا جاك الهام لو انت عندك غايه معينه بالشعر شعبي تتصلها والله انا يعني الغايه من الكتابه هو مرات انت تمر بظروف ما تلقى شخص تسولف له او هو شخص موجود بس ما تقدر تحكي من الموضوع مثل ما هو يعني فتغلف الموضوع بقصيده وهو هم طلع من قلبك وين ما تصير ترتيبك بالشعر ما عندك مشكله اي يعني مو هدف اي لا ما تعرف روح شعر انا لحد الان بس انا احب الشعر ومخليه للصدفه وقلت لك اكتب من باب اعتبرها يعني ادون ذكرياتي دليل انا ما كاتب شيء ما يذكرني بشخص ما يذكرني بمكان ما يذكرني زين مو احنا قلنا ورا ما صار الشعر حاله عامه بدا الشعر ممكن يغير من حال الانسان وبالتالي ممكن يخليه نجم
وشخصية عامة حالة حال الفنان. ما يصير كل الشعراء يصيرون نجوم، ما يصير. يعني هو يعني ماكو، مو بس بالشعر، كل شيء يعني، هو كل شيء يعني. ما طمحت لهذا الموضوع محسن؟ انا لا والله ما طمحت، وحتى ماكو واحد يعني صار نجم كان هو يطمح. يعني هذا شيء قلت لك عفوي يصير، يعني ما تقدر تخطط. اي بس انا احسك انت مقصر بحق نفسك كلش هواي. انا مو مقصر، بس انا من باب اقول يعني شايف تقول يعني زحمه واحد يركض وراها، تخليها عفوي احلى، مو مال يعني تركض وراها. بس مو انت هاي مال يعني، هاي الفكره مخليتك تتكاسل اكثر للامانه. لا انا مبدئي نفسي يعني بكتابه القصيده نفسي. شو وقت اخر مره سجلت اوديو؟ اخر مره هي اخر وحده قريتها انا سجلتها قبل كان العام بشهر الرابع، يعني زمن كورونا يعني. العام بشهر الرابع يعني حصل لها سنه تقريبا. اي ها اي صحيح. مو هو قلت لك زين، وقبلها قبلها شو وقت مسجل؟ يعني تقريبا نفس الفترة. ما تشوف السنة كلش هواية؟ كلش هواية. مو هو يعني انا احس ارتاح هيك يعني، من تعود العالم كل شهرين ثلاثة تنزل يصير عليك ضغط وتقوم تكتب، مو الحالات يعني، تقوم يصير القصيدة شغل. تقوم تكتب على مود تنزل. يصير شغل، وانا ما احب اغش العالم يعني. من اكتب شغلة انا ما عايش احد جاي يكذب على مهند يعني. اكثر قصيدة لك انت تحبها؟ ما احب انكلين. اوف. ما ادري يعني، قلت لك جوز اذا احب القصائد احبها لان مهند يحبها، لان فلان يحبها، لان اقرب قصيده لك. اقرب قصيده والله هي يعني هاي قريتها اخر شيء، لان هو دائما يقول لك اخر شيء يصير اقرب شيء. اخر شيء يصير اقرب شيء. اي ما وصفت يعني حالك انت روحك، ما وصفت محسن بقصيده في يوم من الايام؟ والله اكو قصيده يعني انا سالت نفسي السؤال و قريتها، سألني علي المنصوري تحياتنا لأبو الأكبر. تحياتنا لأبو الأكبر. نفس السؤال، وقلت له ضيعت عمري، فما قريتها بوقتها، لأن قلت له أنا قريتها بهيل وليل ويراد أيضا تحياتنا الراد، فما قريتها. اليوم نقرأها. القصيدة هواي قاريها يعني. ما يخالف نقرأها أنا أسمع. الشرف. تذوق قلبك. تقول ضيعت عمري. بدرب تالي تحيرة، ضيعت عمر بدرب تالي تحيرة، مستحي من سنين عمرش ما باوع على المراية، وجهي من الفشلة ديرت الله، ودي انام وماكو بين الضوء حرق، ودي اذكر شي قديم وما علي اجفي اصبر، اتعب واجهل معادلة الزمن، ما عشت بالماضي لذة، من شنو جاي ادفع ثمن، ما ادري ياهي يقود بيه كني راجع، وبتالي دربي كل شي ما القى ويرجعني الجرف، وابقى وحدي الليل كله مقابل عيون السقف، وبقلبه ادور عن حبيبه وما تصح، ومني تحب واشتاق وازعج انجرت الله، فارغ بوجه الشوارع بطرق ضويات المدينه، وحال واحدهن مثل حالي حزين مدنق وعلقى عينه، والقمر مو يم بباله هسه ليل وملتهب والهان اكيد، والورد من دار وجهه يدري ما عندي حبيبه، وخاف من يموت بيدي ما يحسبوني شهيد، والقصايد ما تحرك بيه شيء ما مشي بقلبي حنان، والصبح ما حس يفرق عن وحشتي بليل امس، هم بعد نبلاء أمان وكلها وحشة، لا دمع خط بوجنتي ولا جدم من ربع تبتي، وصفن وما مش ولا فكرة قصيدة من الشعر تلزم صفنتي، الله كني شاعر ميت بطرق القديم ومن قبل منتهي قصتي، وهذا وقتي يا قلب عدوك كلهم الأمس والتو جاي، بعد لا تندار أصلا ما بقى واحد وراي، الله هو وقتي من يدق دقات حيرة، hey. لا يفكني ولا يموتني، بحيث هاي صار سنين عايش وأنا بالنفاس الأخيرة حبيبي هنود. هاي صار سنين عايش وأنا بالنفاس الأخيرة. إيه والله. قل لي إن شاء الله عمرك طويل. عمرك طويل إن شاء الله.
اللي قال لك ما التركيبة الغريبة هذا الإنسان والله تدوخ. الله يحفظك النوت يا طيب. يعني هيش تأخذ بجانب تأخذ بجانب ترجع التحشيشة كلش قوية بعد ربك. ايه النوت خلينا نقول بصورة عامة الفترة الجاية اللي هي الخمس سنوات الجاية راح تصير برؤيتك وبنظرتك للجيل الشبابي اللي موجود راح يصير أفضل؟ أكيد أكيد لأن جاي أحس أكون صاف يعني حتى من المقدمين والناس قامت تحب الشعور وهو أصلاً يعني يقول لك ما يدوم إلا الصحيح يعني ما يدوم بس الصحيح. بالمناسبة قبل فترة كانت الـ 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 البرامج خلينا نقول من الـ 14 أو للـ 14 شو وقت بدها هيلولي يا سنة؟ 14 تقريبا لا 15 16 نهايه ال 15 بدايه 16 بهالفتره هاي قبل هاي 16. الفتره قبل هاي الفتره كانت البرامج الشعريه حصرا للصداقات تتذكر احراجاتي بس الاصدقاء يطلعون ضيوف يعني ما في يوم يعني وصلنا مرحله شعراء ومهمين ومعروفين ما يطلعون يجي المقدم جاب اصدقاء كليتهم من وراء 2016 هاي الفتره هاي النظريه تغيرت بصوره هي كان يعني كانوا يطلعون شعراء مهمين حتى نكون منصفين يعني العفو بس اكو ناس اخذوا اكثر من حجمهم بسبب العلاقات بسبب العلاقات اكو اسماء اخذت اكثر من حجمها بالفتره الاخيره اشوف البرامج الشعريه اللي موجوده حاليا بدات تتسابق على مواهب اصلا جديده صح. يعني مو بالضروره يكون شعراء مظلوم يفتخر انه يقول مثلا فلان طلع من البرنامج بالضبط ايوه هذه الشغله اشوفها خطوه ايجابيه هذه بالضبط أيوة. فان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله افضل للشعر الشعبي ان شاء الله يا رب. محسن مش حاب تقرا لنا بعد اقرا وياه لجيني اسرار ترتاح ما اعرف اخلي القلب مفتاح هذا أنا وعلي ما ضام على الناس الله اللي بقاع البخت والطيب سباح دمعي يطيح حيلي أيامي مرات وما يلمستح من قصتي ما طاح الله وظلمتني شكتر دقات الأيام وبعد ننضح للي مرون قداح اشتهن النايبات ومرن بليل وافترن علي ظنون وشباح الله وبس صار الصبح قمت ويا الطيور وكل هم من فطة بخبق الجناح وافتش كم قصيدة تكدر الروح وهمس خليت ما حب طار الصياح الله فدوى اللي يجرحوني يظلون بقلبي وغيظ منهم كل شي ما لاح صح قهروني صح جرحوني بس عدت سلامات حسبت ليل ضكني وخلص وراح واجوتت بياني صالحة كلش لياج مشكلة عيدها عيدها لا استرسل والله عادي أخوي انت ليش عندك القفلة مع القصيدة دائما مو تظل ساكت يصير فراغ يعني لازم جايم لي الفراغ شو اسوي هذه المشكلة اسكت لانه يبقى بالي بابيات من القصيدة مستمتع ما اريد اقول اي كلمة يعني جاز ان تكون مو بقدر المستوى اللي كانت بيه القصيده الله يحفظك فاصبر حتى طيب اختار مفرده والله تليق بيك يعني هي طرق الاعجاب مختلفه يعني مو شرط الله بالضبط انا كنت من الناس اللي يقول ما نكتب لله اصلا ولا نكتب للتصوير كنت من الناس اللي يقولون مو بالضروره لله يعني اكو ابيات من تنطيها قدر كافي من الصمت والاستماع منطيها حقها اكثر ما تقول لها الله وقلت لك مو هو يعني أصلاً أنا ما أحب الشاعر اللي يكتب ويفكر بالله وبالتصفيق زحمة. وجزء أنا كثيرات من النوع اللي مو هم. إيه لو قلت لك هي أصلاً يعني القصيدة قامت تفقد روحيتها لأن الشاعر من يقعد يفكر يقول هذا البيت الجمهور راح يقول عليه الله لو ما يقول عليه الله يعوف القضية اللي جاي يكتب عليها هو يعني. بالضبط. إيه بيقول. وبعدين أكو شغلة كلش مهمة إن الله بدأت تنباق بالإلقاء مو بالشعر. طبعاً هاي نعرفها يعني هاي بخوف من. يعني من ايام الشعر الكلاسيكي يعني انا اصلا اكو هيك تون يعني يبدي هادي ويعني ويخفي القفله قويه احترقت الدنيا نوب الجمهور يحرجهم يعني ترجع للبيت تغرى البيت نوب يحرج العالم يعني لازم العالم لازم يقولون الله
فبالتالي هي مو مقياس لله بهذا الإلقاء الهادئ وبهاي نبرة الصوت الدافية. شلون تصعد تقرأ شعر بمهرجان بنص هذا الصراخ اللي موجود؟ والله أسوي علي وأنزل يعني أنا أكثر من مرة، بس أنا أصلا قليل يعني أقرأ مهرجانات، بس مرات من الصير يعني شايف يعني قبل أي أيام الكليات ومهرجانات تصير بالكليات، فأصعد يعني أسوي علي وأنزل يعني. ما حسيت بأنه بفترة من الفترات لازم تقرأ مثل ما كان يقرأ؟ والله يقولوا لي، بس أقول لهم ما أعرف أمثل، يعني ما أعرف أمثل أو أقرأ بطريقة أنا ما متعود عليها يعني. أنت من الشعراء الكلش قريبين على قلبي أولاً، هنيالي، ثانياً الكلش مختلفين، ثالثاً والأهم أنت اليوم كلش نورتني، شرف لي وكلش فرحت بوجودك. أنا أكثر الله شاهد وأشكرك على الدعوة. همين ربي يحفظك ويسلمك من أسرع الساعات اللي مرت علي. والله أنا متفاجئ عبالي بعد. شكراً لحضورك. أنا أشكرك المصور. أكثر وأشكر الأخوة المصورين والمخرج وأشكر قناة الرشيد، وإن شاء الله كانت حلقة بالمستوى. أكيد حضورك دائماً ما يكون بالمستوى. أعزائنا المشاهدين، كانت حلقة قريبة أنا على قلبي شخصياً، يا رب إن شاء الله تنال إعجابكم. وصلنا لختامها، انتظروني أكيد بحلقات قادمة من برنامج شيقة عشق. في أمان الله.